يا السلام عليكم، نقدم لكم روحي. انا الشابه بلاله مغربيه، ما نجمتش نعيش في المغرب هنايا معاكم، كنت عايشه في فرنسا. بالك دابا يدخلت المغرب بلادي. أتقولوا الشابه بلاله شنو المعنى تاع الشابه بلاله؟ انتم على بالكم ان عندنا الداوديه، عندنا استاتيه. قلت نطلق على روحي الشابه بلاله، برسكو نعشق الراي ونموت على الشاب بلال من صغري، ونموت على الاغاني تاعه والدياسك دياله، كلها كنت حافظاها من صغري، كنت مغنيها في المدرسه في الدار. قلت لهم ما نجمش، انا ما نجمش، انا درك روحي، انا خاصني نكون مغنيه تاع الراي ونحقق الحلم نتاعي. بالك درك حققت الامنيه نتاعي ودرت البروجي نتاعي وعملت استوديو نتاعي وليت نكتب الكلمات واللحن. بالك بزاف المشهورين يعني ما اعترفوش بيا، حيت بزاف طلعوا الناس بزاف ولاو مشهورين مشهورين، ولكن سي دوماج ما كيقولوش راه الشابة بلال كتبت لينا ولحنت لينا وعطاتنا لي شونسون. بالك اليوم جيت ليكم وجيت خصوصا باش نغني ليكم وتعرفوا عليا في بلادي في المغرب، وتعرفوا ان عندكم شابة بلال موهوبة جدا في اغاني الراي. نقدم لكم الاغنيه نتاعي اليوم حصريه وغادي تسمعوها، وانا غادي انا عارفاها غادي تعجبكم بزاف بزاف، وان شاء الله نتلاقاو في لاسين تاع موازين في الرباط وتسمعوني وبالكم ان شاء الله يعجبكم. ويما ويما ياما ويابا ويابا يابا يا سلام ويا ما ويا با ويا ما يا با ويا خويا واختي ويا عمي وخالي ويا عمتي وخالتي يا سلام ويا جدي ويا جدي المهم على بالكم الشونسون طويله بزاف، حيت الا جيت نكملها ما غنساليها لكم حتى للشهر الجاي او العام الجاي، حيت الشونسون بالك نهضر على توس لا فامي، توس لا فامي نجبدهم بنات خوالي وبنات عمامي وبنات ولاد عمامي وبنات ولاد جدودي وبنات خوال 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 عمامي. المهم توس توس لا فامي كنجبدها في هاد لا ميوزيك هادي وفي هاد الشونسون هادي. نتمنى انكم تعجبكم البديه تاع الاغنيه، ونتلاقاو ان شاء الله في العسين تاع زين، ومعاكم اختكم الشابة بلالة.